التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هذا هو شوطنا الثامن المخصص لجذاع القعدان ضمن هذه الأشواط المفتوحة، ونتواصل على المقدمة والمقدمة. هنا والمركز الأول ومن يحتل الصدارة، المركز الأول شاهين تعود ملكيته لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ولكن التغيير من الجانب الأيمن في هذه اللحظات من عرقان لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عبد الرحمن الكبيسي يدير في التضمير، ولكن هنا الدخول من لفان ل هنا الدخول من الباز لهجن الشيحانية وتضميره مع حمد بن علي بن حلفان المري. نتابع المركز الثالث، المركز الثالث يتقدم لفان لسعادة الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني، وسعود بن علي بن سلعان يضمره ويتابعه في هذا الانطلاق. الدور والنقلة عند المركز الرابع، التواجد على المركز الرابع في هذه اللحظات من شعار هجن الشيحانية، ومع مشرف ومحمد بن خالد العطية يقوده في التضمير من قاد نوف في أول أشواط هذه الفترة الصباحية. التواجد هنا على المركز الخامس في هذه اللحظات من قبل عجلان لهجن الشيحانية وتضميره مع الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري، من قاد ثلاثة أو أربع نقاط حتى هذه اللحظات وفي هذه الأثناء، أربع نقاط، وأيضا قاد السريع في أول أشواط القعدان الجذاع وأيضا بدون أي أوامر تذكر. نعود ونتابع وإياكم المقدمة والصدارة والقيادة. 2 كيلومتر على خط النهاية يتبقى لنا، والقيادة هناك من الجانب الأيمن، هناك لفان هو من يحتل المقدمة، ولكن الدخول من الباز والتسلل من الباز وسلالة الباز، سلالة الباز، الله الله الله، رحمك الله يا الباز، هذا هو الباز وسلالة الباز. هنا يحتل المركز الأول لهجن الشيحانية حمد بن علي بن حلفان المري يقوده في التضمير. يا سلام يا سلام، الله، سلالة عريقة، سلالة يريدها الجميع، يا سلام. هنا مع الباز وسلالة الباز، بينما هناك من الجانب الأيمن عرقان من الجانب اليمين، 1500 متر، كيلو ونصف الكيلو على خط النهاية، وعرقان يقير من الجانب الأيمن لسعادة الشيخ، لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني وعبد الرحمن الكبيسي يقود في التضمير، ولكن هنا التدخل من لفان لسعادة الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني وسعود بن علي بن سلعان المري يضمره. الدور والنقلة عند المركز الرابع، يصلنا هنا شعار السريع من احتل أول أشواط هذه الفترة الصباحية مع القعدان هنا، ولكن هنا مع ظهر عجلان وعلى ظهر عجلان لهجن الشيحان والمضمر الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري القدوم والوصول على المركز الخامس والتسلل الملحوظ في هذه اللحظات من قبل شداد لهجن الشيحانية والمضمر كذلك سالم بن جابر بن فاران المري. نعود إلى المقدمة، نعود وإياكم، نعود إلى الصدارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بعد أن نأخذ المركز الخامس. نعم له حق الإذاعة، هنا في المركز الخامس من يتواجد جسار لهجن الشيحانية والمضمر محمد بن خالد العطية، 700 متر يا جماعة. نعود وإياكم إلى لفان الوضع ما يطمن يا بن سلعان، شوف القادم من الخلف، الله، لفان مع المركز الأول، لا زال لفان لسعادة الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني ومع سعود بن سلعان، ولكن الله، شوف القادم، باي باي لجميع المشاركين. يا سلام
الله الله، هذا هو شداد 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 شداد، نعم هذا هو شداد، طير في الأمتار الأخيرة. أيها الإخوة الأفاضل، يحق لنا أن نزف التهنية الأخرى لهجن الشيحانية العملاقة الذي تنوعت أشواطها مع المضمرين، ولكن مع الذهبي هنا 5 نقاط وهذا هو خامسها، وخاصة مع شديد. تهاو شداد لهجن الشيحانية، تهانينا والناموس لهجن الشيحانية على هذا الناموس وعلى هذا الانتصار في هذا اليوم. هذه هي لحظة وصول شداد إلى خط النهاية بكل أمان وسلام. المركز الثاني يصل هنا على المركز الثاني مشاهدين الكرام، جسار لهجن الشيحانية. المركز الثالث الباز لهجن الشيحانية. المركز الرابع عرقان لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني. أما المركز الخامس فيصل برزان لسعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. أيها الإخوة الأفاضل في كل مكان، نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول شداد. بعد أن اشتدت المنافسة كان شداد هو من فاز معنا في هذا الامتحان وفي هذا الشوط. نهني هجر الشيحانية على هذا الفوز، كما نهني الذهبي على هذه ال5 نقاط المتتالية حتى هذه اللحظات. نشاهد وإياكم مع مخرج هذا النقل الحي والمباشر على قناة الريان الفضائية أحمد السادة وعلي بشارب المري. هذه كانت البداية والانطلاق. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بعض سنوافي بإذن الله تعالى بالتوقيت لاحقا بعد إتقان المخرج للتوقيت الزمني، ولكن في هذه اللحظات مشاهدينا ومتابعينا الكرام الاستعدادات جارية لانطلاقة شوطنا التاسع، والكلمة مرة أخرى مجددا تعود إلى يزيد الجهني. مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، اليوم كما ذكرنا هو 26 من شهر سبتمبر لعام 2014، وأشواط وسن الجداع للأشواط المفتوحة. شهدنا وإياكم الشوط الأول الرئيسي، وصاحبة أفضل توقيت هي نوف المملوكة لهجن الشيحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. نوف قطعت مسافة 4 كيلومترات وفازت بالشوط الأول الرئيسي كمحققة أفضل توقيت وكصاحبة أفضل توقيت في هذا اليوم بتوقيت زمني ممتاز 6 دقائق 9 ثواني 33 جزءاً من الثانية. أتى في الشوط الأول الرئيسي للقعدان الجداع السريع ليختطف هذا الشوط القمة وهذا الشوط الرئيسي وكذلك هذا الشوط الأول بتوقيت زمني 6 دقائق 19 ثانية 10 أجزاء من الثانية. إذن هذه صاحبة الشوط الرئيسي نوف وكذلك صاحبة أفضل توقيت في هذا اليوم كما تشاهدون على شاشة التلفزيون 6 دقائق 9 ثواني 33 جزءا من الثانية. هذه نوف الفائزة بالشوط الرئيسي في صباح هذا اليوم المملوكة لهجن الشيحانية وكذلك بقيادة المضمر.